استراتيجية جديدة من استراتيجيات التعلم النقدي، وهي بتاخد كذا نوع أو كذا حاجة من الاستراتيجيات دي. استراتيجية الكرسي الساخن، استراتيجية لعب الأدوار، العصر الثاني، التعلم التعاوني المناسب. وفي الاستراتيجيات دي أنا دوري بيقتصر على التوجيه فقط، واللي بيقوم بالاستراتيجية كاملة هما طالبين. أنا احتاجيت أختار الأنواع المميزة من الطلبة عشان هما اللي يساعدوا زمايلهم في عملية التعلم الحديث. فهنبتدي ناخد أول جزء من هذا التعلم وتمثله الطالبة بسملة حسين. اتفضلي يا بسملة. الرابطة الأيونية هي رابطة كيميائية تنشا بين عنصر فلز أيون موجب وعنصر لا فلز أيون سائل، ومثال لذلك جزيء كلوريد الصوديوم وجزيء أكسيد المغنيسيوم. تعرفوا ليه أنا اخترت جزيء كلوريد الصوديوم؟ حبيبه شريف.